بتدرس العجمي، وده كان واضح من مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي عشان خاطر عيد الغفران. لما عرف الاديان وقرا عنه في الاديان وعرف ان يوم اللي هو الغفران ده بيبقى خمول، مفيش حركه ومفيش كلام من ده، مفيش اي حاجه، وان الناس دي خلاص الرئيس هيحارب، السادات هيحارب، هيحاربوا لا مش هيحاربوا، وفي الاخر خالص سابوهم لغايه الصبح وسابوهم لغايه الظهر لغايه ما جت الساعه 2 عشان الشمس تبقى عموديه عشان خيال العساكر والشمس ما تقصرش في عيونهم. عشان كده لما بنقول اي حاجه الواحد لما يجي يفهم عليه لازم يعرف لغه تعليمه، ولازم يفهم الاستراتيجيه بتاعته هو بيعمل ايه وهو ازاي يقدر يحاربه. عشان احنا النهارده ده العبور الايه؟ العبور اللي خلاص عدى، احنا بقى في العبور الجديد، العبور بتاع العاصمه الاداريه وعبور الجمهوريه الجديده 2030. عشان كده احنا بنقول مصر يا غاليه علينا بنحبك زي عينينا، من بين السويس وسينا وانا واقف على شط المينا، وبودع اهلي واحبابي وبنسى كل مدينه، واليوم انا شايل سلاحي وبقول لك يما ارتاحي، مش ممكن افرط في ارضي ولا اطرد ميه من نيلي، وبنادي بشباب بلنتي ايامنا نطلع للجبهه، نتصدى لكل غازي ان حد داخل معتني، من قبل ما اقف بالجبهه لا تبكي يما ولا دمعه، وهي ايام وتعدي واحارب يما على قدي، ادعي لي يما ارجع لي، ودعائك يما انا راجع. اللي انا بس بطلبه ان احنا كلنا احياء وعملنا الكلام ده كله، واكتوبر احنا عايزين نقف لو دي احداث لشهداء حرب 73 وكل الناس دي اللي ضحوا وقتلوا حياتهم وانتهوا. بنشكر مجلس إدارة انتخاب المهندسين، كل السادة الأعضاء، كل السادة الضيوف، الحضور، السادة الحضور، السيدات والفضلايات، بنقول إن إحنا جريدة الناس داعم إعلامي وإعلاني لنقابة المهندسين ولأي فعاليات، فإن شاء الله يا ريت نبقى في تواصل عشان ناخد الحاجات دي ونعملها. شكرا لكم. شكرا لحضرتك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد.